مرحبا مرحبا، نتناول الطعام. تأكل يوستين السمك بالخضروات، وأنا أيضا، وهذا لزوجي. حضرت الشاي، مكتوب بوچني سفيدن شايو، ابدأ يومك من الشاي. أريد أن أعطي يوستين قليلا من هذا. انظروا ماذا رأيت هنا، baby parts of dog. كتبوا هنا أجزاء الكلب بالإنجليزية، كذلك يمكن أن نلون هذا الكلب. شهية طيبة لك يوستينكا. وهنا خرمال أو كاكي 100% بدون سكر مضاف. وهنا عندنا أصدقائنا الأعزاء جزر مطبل. واو، رائعة جدا ولذيذ. نجلس ونلعب. تحب جوستينا ربطات شعر ومشابك. نجمتنا. رغم الطقس البارد خرجنا للنزهة المسائية أيضا. ما شاء الله، هناك كلب لطيف. زوجي راما بعض النفايات. أريد أن ندخل محل أفرورا بسرعة لأنه يغلق بعد نصف ساعة. وأتت إلينا جارتنا تستضيفها أمي الآن. ما شاء الله. واو، هنا شموع خاصة بعيد رأس السنة وعيد الميلاد. شموع رائعة. هذه الشمعة تغير لونها. كالعادة هنا كثير من الأشياء الخاصة بعيد رأس السنة. أريد أن أشتري الإضاءة بشكل نجوم. الآن سنرى ما إذا عملت أم لا. اشترينا إضاءة أخرى بشكل جليد.
جزر جليدي. هنا الطرقات لازقة جدا. اشتريت بعض العنب لجوستينا. هذه الأكياس أكياس ناشا. جوستي زارز. وجوبن، سنشتري الجوبن. وهذه حلويات. كذلك اشترينا كيوي. جوستينا تحب العنب وكيوي. اليوم أكملت جوستينا شهرها الرابع عشرة ونحن سنحتفل بالفواكه. كذلك هذه المصابيح الصغيرة المتوهجة لجوستينا. نرجع إلى البيت. Так може ще чай поставити? Нахну наш робочий чай. Бігазель бисквіт. Лагуна صديقتنا أهدرت لنا بعض الحلويات. جوستينا تأكل حليب محمر في الفرن. ريجنكا يا غريبوتشك يا سكا ازدحوني يا زكايلة تريدوني يا غريبوتشك и дивиться на Галину Петрівну. Тасик усю лежить. Я не масажувала ще. Рівся лежить. Вони тут хоче на посиділки посядуть. Да. Ой, мені така клехітка. الآن سنجرب هذه الإضاءات. انظروا هي بشكل الجليد. تعرفون الجليد الذي على سقف البنايات. هكذا مثل جزر جليدي. يعمل من باور بانك. سنجربه. لحظة، ليس هكذا. أوه، ما شاء الله. المصابيح جميلة. كم مترا هنا؟ مترين ونصف.